يكون في باب جانبي او شغله ثانيه بنطلع على اتصال ان شاء الله مع اولا انا كثير سعيد اكون بين اخواني واخواتي من ابناء مخيم الشهيد عزمي المفتي. انتم عارفين انه في اولويات بالنسبه للحكومه، وانا عم بتابع الاصلاح السياسي والاقتصادي والاداري، وما في اي تراجع بالنسبه لنا بهذا الاتجاه. امامنا شغل كثير، وان شاء الله بالتعاون والتنسيق مع المسؤولين راح نمشي للامام. بالنسبة لأهلي هون والمخيمات الأخرى، طبعا في تحديات مالية، صارنا مدة نحن بنشتغل مع دول الإقليم وأوروبا أمريكا واليابان حتى نحمي المخيمات ونجيب المساعدات مع نهاية السنة والسنة الجاية. فبالنسبة لأنروا بنحاول نزيد المساعدات. هدفي من الزيارة اليوم أنه بنقعد كلنا ونسمع منكم شو التحديات اللي أنتم شايفين من الآن لنهاية السنة، وأيضا اليوم الفرصة أنه نحن بنشوف مع الحكومة شو مطلوب منا جميعا حتى منوقف معكم. سياسيا لما منشوف إخواننا بالضفة وبغزة، وانتوا عارفيني ما في أي تراجع بالنسبة للقضية الفلسطينية أو حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية بالنسبة للقدس، هذا خط أحمر باسم إلنا جميعا. فكل شكر بالتقدير، وخلينا بنسمع منكم، وزي ما حكينا مع نهاية الأسبوع الاجتماع بالديوان، وبعدين إن شاء الله مع بداية 23 إذا نحن ماشيين بالمشاريع فرصة إني أرجع وأزور مش بس أنتوا هون، بس كل مخيمات المملكة إن شاء الله.